علينا احنا كجزائريين، احنا كجاليه جزائريه مقيمه هنا في غزه، سعداء جدا بهذا الاحتفال رغم ما تمر به فلسطين، رغم الحروب، رغم الحصار، رغم جائحه كورونا، الا انه اخوتنا الفلسطينيين ابوا الا ان يحيوا هذه الذكرى، ذكرى استقلال الجزائر، الذكرى 59 لاستعاده الحريه والاستقلال. هذا يدل على شيء، انما يدل على عمق العلاقة بين فلسطين والجزائر، يدل كذلك على قوة الانتماء وقوة الوفاء، خصوصا من قبل الشباب اللي كانوا وراء هذا الاحتفال، وهم شباب اللي قرأوا في الجزائر، يعني خريجين الجامعات الجزائرية، مشكورين على هذه المبادرة، يعطيهم الصحة، بارك الله فيهم، حاجة يعني تفرح بزاف. وأنا كجزائري مقيم هنايا، يعني لما نشوف خوتنا الفلسطينيين يعني بادروا إلى إحياء المناسبات الجزائرية، سواء عيد الاستقلال ولا عيد أول نوفمبر، عيد اندلاع الثورة، فهذا يفرحنا ويخلينا نشعر أنه هناك كاين يعني ناس بيفرحوا لفرح الجزائر وبيحزنوا يعني الإشي بحزن الجزائر. ونشكرهم مرة ثانية من هنايا من غزة، يعطيهم الصحة، بارك الله فيهم، نتمنى إن شاء الله التوفيق والوحدة للشعب الفلسطيني. الجزائر استعادت كرامتها بوحدتها والتفافها على جبهة التحرير الوطني، نتمنى على أخواننا الفلسطينيين أن يستقلوا بقرارهم ويلتفوا حول ممثلهم الوحيد والشرعي وهو منظمة التحرير الفلسطينية، باش يستعدوا يعني حقوقهم وحريتهم وكرامتهم.